كبار السن في كويت جديدة، هكذا احتفلت دولة الكويت مع دول العالم باليوم العالمي للمسنين، احتفال جاء ليسلط الضوء على الإنجازات التي قدمتها دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون من رعاية وخدمة وتأهيل. قانون المسنين الذي صدر مؤخرا قاعد يطبق مادة أنت والمادة، نتمنى إن شاء الله أن يرى النور في الغريب العاجل، لأن احنا الحين خلصنا تقريبا جميع الموافقات على منتجع المسنين. نتمنى إن شاء الله أن يتم تصميمه وبناء بأسرع وقت. قعدنا ناخذ إحنا الفاست تراك إن شاء الله، واليوم كذلك أخطروني أنه هو التسجيل لأخذ بطاقة المسنين أو تسجيلك كمسنين للرعاية المتنقلة صار أونلاين عن طريق النظام الآلي من بيتك، تقدر تسجله وتيلك الفرق المتنقلة. رعاية إيوائية ومتنقلة في منازلهم، ووفقا للإحصائيات الصادرة من إدارة رعاية المسنين فقد بلغت الرعاية المتنقلة أكثر من 3000 مسن ما بين رجال ونساء في كافة المحافظات. الأجهزة المتنقلة والخدمات المتنقلة التي تقدمها إدارة رعاية المسنين على طوال السنة، وبالعكس الحمد لله يوما بعد يوم قاعد نشوف الأمور قاعد تتقدم. ما يقارب 3500 من كبار السن مستفيدين ولله الحمد من هذه الخدمة. الرعاية المتنقلة ما أسست إلا بهدف تقديم الخدمة داخل منازلهم، وهو الوضع الطبيعي لكبير السن. كما سيتم توزيع أول دفعة من اللوحات المعلقة لمركبات كبار السن من مقر اللجنة الطبية عن طريق تعبئة تطبيق الأبليكيشن، يعني من خلالها يستفيد من المواقف ولله الحمد التي يعني الآن بدأت تنتشر، ممكن يعني بدأت تصير ملاحظة انتشارها في الجمعيات، يعني احنا نسعى لتطبيقها عموم الجمعيات، انتشارها في المولات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، انتشارها في المجمعات التجارية وأيضا في مجمع الوزارات. يحق لي من يضع هذه اللوحة الوقوف في هذه الأماكن المخصصة لكبار السن. كل عام تحتفل الكويت بعيد المسنين العالمي حاملة في جعبتها الكثير من الخدمة والرعاية لهذه الفئة، انطلاقا من استراتيجيتها في خطة كويت جديدة.